بالإضافة إلى هذه العناوين هناك عنوان مهم وهو صحة وعافية، ستكون في ضيافتنا دكتورة هالة فضلي. الآن نذهب بكم إلى لندن، كاميرتنا حضرت بازار كبير أقيم هناك بمشاركة عراقية وعربية مصممات، وكان هناك مشاركة حقيقة بفنون بكافة أنواع الفنون راح نشوفها في التقرير. والشيء المهم أنه ريع هذا البازار سيقدم إلى الجمعيات الخيرية التي تدعم وتساند اللاجئين والمهجرين. نذهب إلى لندن. حبيت أشارك اليوم بنشاط الدار اللي يتضمن جملة من الفعاليات والنشاطات، تشارك به الكثير من الجمعيات الخيرية، هو فرصة لتواصل لقاء العراقيين بالغربة. بالنسبة لي مشاركتي تتمثل بعرض مجوهرات اكسسوارات صناعة يدوية بحتة مثل سافانا جولري، حبيت من خلالها انه اعكس فلسفتي وحبي للاكسسوار. المواد اللي استعملها تتنوع ما بين شبه الأحجار الكريمة ومن الفيروز، من اليشب، من المرجان وأنواع أخرى كثيرة. اليوم مشاركتي تختلف عن المشاركات السابقة. هذا البازار يتميز أنه مشاركين به هواية من المنظمات الخيرية، فبي طعم ثاني، طعم يختلف، أنه تحس أنك تسوي شيء متميز عن البازارات السابقة. إحنا شركة بينكولي صناعتنا يدوية مجوهرات وعطر بآخر فترة. مشاركتي اليوم بالمجوهرات اللي أسويها اللي هي كلها شغل إيدي، كلها هاند ميد، وبالعطر اللي أطلقته قبل مدة. ومعروف إنه الشركة كل شغلها بالأحجار الكريمة. معظم الناس اللي يتواجدون هنا هم عرب أكثر من الإنجليز. الإنجليز يكون أكو تواجد لهم، يكون أكو حضور بس قليل، مو قد العرب أكيد يعني. أنا سعيدة بشترك بهذا البازار وبتعرف على different people، ناس يعني من جميع المناطق العربية، ويعني بشترك أنا بالزي ديالي المغربي و it's my own design as well. هذه التكشيطة المغربية يعني بنلبسها في الأعراس وللعروس والمناسبات، هذا هو الزي ديالنا يعني التقليدي الحقيقي، والجلابيات والبلغة والبالتس. فكرة هذا المشروع لأن حسينا باحتياج هذول الجمعيات إلى جهة تسندهم، فقررنا إقامة هذا البروجكت المشروع الصغير لغرض تقديم شيء بسيط نقدر نعينهم به، ودعينا الناس للحضور ودخولية بسيطة جدا باوند واحد، وراح نقوم بعدين بالنتيجة بنهاية اليوم بتقسيمها على الجمعيات الخيرية المشاركة. اليوم ويانا جمعيات من العراق، عندنا جمعية متخصصة بجمع تبرعات لأطفال مصابين بسرطان الدم اللوكيميا، عندنا جمعية أخرى متخصصة بإقامة الوحدات السكنية للعراق للمهجرين، عندنا جمعيات سورية، عندنا جمعيات ثقافية تساعد الأطفال العراقيين اللي يحتاجون إلى إسناد من ناحية الثقافة والتعليم، عندنا جمعيات حتى من الباكستان، اليوم مشتركين ويانا جمعية المرأة الباكستانية، عندنا أيضا جمعيات من فلسطين، عندنا جمعيات صور ذكرت من سوريا أيضا، وعندنا طبعا
جمعية بريطانية مشتركة اللي هي تخصص بمعالجة أمراض السرطان. والله مجموعة أعمال أكريليك ووتر كلار وإنك مساهمين بها تمثل يعني الواقع العراقي، طبيعة المرأة العراقية، معاناتها، مسائل كلها تتصل بالتراث العراقي، وإن شاء الله توفقنا بهذا. ويعني إحنا دائما نشارك ويا جماعة موسفيتينيا بنشاطاتهم اللي يعني كلها خيرية ولمنفعة العراقيين.